كما أشار الرئيس السيسي إلى أنه تم تعيين 1.5 مليون مواطن في عام 2011، وتم رفع الأجور رغم عدم إمكانية قدرات الدولة على تنفيذ ذلك. وأضاف الرئيس السيسي أن تكلفة الإصلاح كانت تزداد يوما بعد يوم مع تزايد الأزمات وتشابكها. أن تكلفة الإصلاح كانت تزداد يوما بعد يوم، وأصبح تداخل الأزمات وتشابكها يمثل حالة من الإحباط واليأس لدى الغالبية، وليس في الإمكان أحسن مما كان. كل ما احنا سايبين القماش في قطع هنا قطع هنا قطع هنا قطع هنا، بقى التوب كله مقطوع. فمشيها بقى، أكل أكل وشرب وسكت، أكل وشرب. طب البلد فين؟ البلد هنجيب منين؟ هنعمل إيه؟ الحادي عشر، لم تستطع الدولة بناء سياق فكري إصلاحي للحالة، ولم تكن مؤسساتها عملياً قادرة على تنفيذه حتى لو تم طرحه والتأكد من سلامته.